أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر البركة العامر صباح اليوم عدد من أصحاب سعادة السفراء، حيث أدى القسم كل من سعادة السفير الشيخ محمد بن أحمد بن سالم الشنفري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية إندونيسيا. سعادة السفير المهندس ناصر بن سعيد بن عبد الله المنوري سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الفلبين. سعادة السفير عيسى بن صالح بن عبد الله الشيباني سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الهند. حضر مراسم أداء قسم اليمين مع السيد بدر بن حمد المساعدي وزير الخارجية.